امتحانات وذاكرة ودماغي ولا فاهمة ولا فاهمة متابعين فجأة ولا كل ما احفظه ولا ليه هي لازمة ما لازم ما لازم ما لازم ما لازم مش فاهمة اي حاجة كلامي مش متوازن اتعصبت انا اتعصبت من الناس التانيين هو مش بيعرف يتكلم كده على طول بيعمل كده كده اكره يا حسين بره بره ماما عارفني انا يا باب قالت لي عرفت لي الكتاب شي شي ايه ده ذاكر ايه طب اروح اذاكر مع صديقي في الرحاب عديت على واحد صاحبنا نادي يصور ملازم الدرس هو على طول ينفع مدام الشوارع عشان محتاجين مذاكره على طول لما يكون عندنا انجلش هوم ورك بدنا اكسترا اكتر واكتر بكتير بكتير واحنا مش عارفين نعمل ايه على طول بنسميه مستر ستيرن بس من دلوقتي اسمه مستر كوكا افهموا ناس اللي ما تعلموش منه وكمان بعدد على الهواية اللي بدها عيال كتير اني عايزين مزيمة على عصير اول ما شفتها قلبي طابت قلت شوابها لعبد الصمد هيجيلي يا مر صورها تلفت شك فوتوشوب وغلط عديت على واحد صاحبنا هنبدي نصور ملازم الدرس درس العفو زي الزفت تين مش بنتعلم منه حاجه بيعلمنا زي كي جي وان سو تين